تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أخبار الناس، حيث يروي الناس للناس قصص الناس أملاً بأخذ الدروس والعبر. من طبقال إلى القمم السبع، هدف يراود بطل اليوم في أخبار الناس. الحديث هنا عن المهدي أمزان ابن مدينة سلا والإطار البنكي الذي يعشق التحدي ويصبو إليه. هذا المغامر بدأ بجبال بلده فتسلق جبل طبقال أكثر من مرة، ثم انتقل لقارته أفريقيا فتسلق جبل كليمانجارو، وحول البوصلة لأمريكا الجنوبية فتسلق جبل أكونكاغو، وهو يستعد لمواصلة المغامرة بقهر جبال القارة العجوز. اليوم نتعرف على حكاية هذا الشاب الطموح، وفي أخبار الناس أيضا سيواصل المشاكس يسري المراكشي تجسيد عدد من الظواهر الاجتماعية عبر فقرته اليومية الرسالة. مرحبا لوالدنا الشريفة، لك بيت لي يا رجل، بيت لي يا رجل، وهي الصداقة بيت لي يا رجل، بيت لي يا رجل، ما لقيتش باش ندفنوا برشي، الله يرحم بك الوالدين. وبعيدا عن الرسالة، سنرحب وإياكم بمراسل البرنامج عصام العباري الذي سينضم إلينا من الدار البيضاء للحديث عن الأوراش التي تشهدها العاصمة الاقتصادية على مستوى البنى التحتية. عصام مرحبا بك. مرحبا بك نوفل، وأحباب المشاهدين الكرام وبالضيوف الأفاضل. مدينة الدار البيضاء كتعرف فتح مجموعة من الأوراش، وكنخصو هنا بالذكر ممرات التحت، تشييد الممرات التحت أرضية، وكذلك توسيع القناطر. نحاول اليوم نعطيو الميكرو للمواطنين وخصوصا السائقين باش يقولوا لنا واش هاد السياسه هذه قدرت على انها تخفف شويه من حده الاكتظاظ اللي كتعرفوا حركه السير في المدينه. بقوا معنا بجوله اليوم. شكرا لك عصام، سنعود اليك. موضوع شيق خاصه لمن ربما يجول في مدينه الدار البيضاء، القادمين من الرباط، المغادرين من البيضاء باتجاه سطات ولا جديده ولا مراكش، اكيد خاصه في الدخله ديك القنطره ما بقاش باغا تسالي ربما. ولكن على العموم بالتوفيق لكل القائمين على تشييد البنى التحتية الخاصة بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية الغالية على قلوب الجميع. إذن مشاهدينا متابعينا، هذه أبرز عناوين حلقة اليوم من أخبار الناس. قبل التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيوفي الكرام، وأبدأ مع المغامر المغربي المهدي أمزان. مهدي مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا، شكرا على الترحاب، شكرا الموصول. أنا غير عاقل، لا أنا غير عاقل، داك دوري. شكرا مهدي، الترحيب موصول. أيضا سيكون بسهام بناني، أنت صديقة مهدي وزميلته أيضا في العمل. نعم. فسنتعرف على كل الأشياء الخاصة بالمهدي اليوم. شكرا. من خلالك. مرحبا بك سهام. الله يبارك فيك. ميرسي. الترحيب موصول أيضا بالصديق العزيز الزميل الصحفي محمد بعقيل. سي محمد مرحبا بك. شكرا لك زميلي نوفل، ومرحبا بنا في ميدي أن تي في. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. إذا البداية مشاهدينا ستكون كالعادة بفقرة قضايا الناس. يعمل كإطار بنكي ولم يبلغ من العمر عتية، تسكنه روح المغامرة والتحدي منذ نعومة أظفاره، فوجد ضالته بتسلق الجبال أملا بخوض غمار التحدي عبر تسلق القمم السبع الأعلى في العالم. بدأ بجبل طبقال فتسلقه عدة مرات، ثم وجه البوصلة لأفريقيا ومنها لأمريكا الجنوبية فأوروبا، واليوم رفع سقف التحدي ويسعى في أبريل المقبل إلى تسلق قمة جبل إيفرست، أعلى قمم العالم. المهدي أمزان ابن مدينة سلا، عاشق لوطنه، فتراه يحمل العلم الوطني في الحل والترحال، ونشوة الانتصار تتمثل بوضعه في الأعالي عبر تسلق القمم الواحدة والأخرى. اليوم سنتعرف وإياكم مشاهدينا على مغامراته وكذا طموحاته المستقبلية، بدءا بإيفرست وانتهاء بما سيتبقى من قمم. إذن هذا غيض من فيض ربما لمغامراتك المهدي، ولكن لنبحث في أصل الحكاية. لازلت شاب، ربي يعطيك طول العمر، كيفاش بداتك هذه الهواية هذه بمغامرة وتحدي من أجل تسلق الجبال؟ الحلم هو كأي واحد عنده حلم تيراوده من الصغار دياله. الحلم ديالي كان هو الصعود لطبقال، كنا تنسمعوا طبقال أعلى قمة في شمال إفريقيا. جا واحد النهار مشيت افيك دي زامي، مشيت طلعنا لهذا ان فواياج اورغانيزي، رحله طلعنا كاملين. الرحله استغرقت 3 ايام،
ثلاثة الأيام، وحنا في النزول ديالنا سولت القائمين على الرحلة وقلت لهم وقتاش غادي تنظموا لنا رحلة الإيفرست؟ أنا قلتها بالقلب ديالي وما بداو تيضحكوا، جاتهم صعيبة قال لهم هذه راه الإيفرست باش تجي راه ماشي تجي وتطلع لي غير هكاك، راه خاصك استعدادات خاصك هذا، ولكن الحلم بقى تيراودني. جيت منين جيت من توبقال وبقيت تنقول خاصني ندير إيفرست، غير هو من بديت تنقاد الحلم ديالي بديت تنقول الحلم خاصو يكون بالتدريج من اللحظه وانا نقول خاصني ندير كليمانجارو بحكم الانتماء ديالنا للقاره الافريقيه. نعم. قلت نوضع العالم كاول تحدي نديرو في اعلى قمه في افريقيا اللي هو جبل كليمانجارو. نعم، عدد من المتسلقين المغاربه ربما نعم. اخذوا نفس خارطة الطريق اللي رسمتها، مشاو بالمغرب لافريك ومن ثم بعض دول أمريكا الجنوبية وبعض الجبال هناك، من بعد أوروبا، من بعد وصلوا لأعلى القمم منها إيفرست ومنها فينسون، منها عدد كبير جدا من الجبال، ورفعوا العلم الوطني عاليا خفاقا. دائما وأبدا إذا أردت أن تتعرف ربما على أسرار بعض الأشخاص قلب على الرفقة ديالهم. أنت صديقة سهام وزميلة أيضا للمهدي. كيفاش كيكون كشخص ربما في العمل بداية بعيدا عن هذا روح التحدي والمغامرة اللي فيه؟ إنسان جدي في العمل ديالو، بحيث أنه مواظب على العمل بيان سور وديما حاضر، لكن بحكم أن داك الشيء الرحلة تستغرق هذا كياخذ من الإجازة ديالو السنوية. نعم. باش ما يتعطلش على العمل ديالو، دونك السفر ديالو هو المغامره فقط. اكيد. دونك الاجازه ديالك كتقضيها في اعالي الجبال بغض النظر عن الظروف المناخيه التي تواجهك. سي بعقيل، يعني ليس المهدي الاول من ضيوفنا ربما في اخبار الناس من المتسلقين، ولن يكون الاخير بالتاكيد، ولكن لماذا العدد والتعداد موجود لدى المغاربه بممارسه، هي رياضه قبل كل شيء تسلق الجبال، تزحلق على الجبال، كاين بزاف الرياضات اللي لها علاقه بالقمم، ولكن هذا الواقع هل ترى بأن الهيكل المنظمة ربما لرياضة تسلق الجبال بالنسبة للمغاربة والمغامرين الذين يعني يعدون بشكل كبير جدا داخل المغرب منظمة تمنح إمكانيات؟ نعرف أن المغاربة منذ تاريخ حبهم للمغامرة للاكتشاف لاختراق عباب البحار والأراضي والمجالي، وهذا تاريخي مجيد في تاريخ المملكة المغربية. إذن أمام هذا المعطى لابد أن تكون هناك هيكلة بتعاون بالوزارة الوصية شباب والرياضة وباقي القطاعات، اللجنة الأولمبية مثلا، واللجنة الأولمبية. نعم، لأن ارتباطات كبيرة، لأن رياضة تسلق الجبال تجمع فيها تقاطعات من رياضات عديدة. نعم. يمكن أن نغامر في الثلج، تكون هناك جري، المشي، إلا أن البعد ونخرج من البعد التجاري والماركتينغ في هذه المسألة، ضروري أن تكون مساندة وشراكة لتنظيم وهيكلة وعقلنة هذه. نعم. الرياضة. سأعود معك بعقيل بعد قليل ربما الحديث عن الإعلام وكيف يغطي مغامرات هؤلاء المغامرين، ولكن قبل ذلك يعني نرجع في البدايات، بديتي بطبقال، شحال مرة تسلقتي طبقال؟ لحد الآن تسلقت طبقال 17 مرة. كيعطي الخبرة؟ بيان سور، بطبيعة الحال. 17 مرة، تجربة على تجربة، تنتعلم منها بزاف ديال الأمور، تنتلاقى أناس من جنسيات مختلفة، بحكم تبقال ولا وجهة عالمية. صحيح. الناس من مختلف أرجاء العالم تيجيو باش يديروا تبقال، وداك الشيء اللي تيخليني نلتقى بأبطال عالمين تيجيو باش يديروا كيف تنقولوا حنايا لاكليماتاسيون في توبقال، بحكم القرب الجغرافي ديال المغرب لهذا الدول الاوروبيه. نعم. بعد ذلك في اول تجربه خارجيه كانت كليمانجارو تنزانيا. في اطار الاستعدادات ديالي من قبل ما ندير كليمانجارو، بقيت تندير الاستعدادات في المدينه ديالي، في لاصال ديالي، باستشاره ديال الطبيب بطبيعه الحال، لحقاش باش نحمي راسي حتى انايا وتكون عندي الثقه كامله في النفس ديالي. كنت ناخذ استشارات ديال الطبيب، هذا هو اللي تيعطيني الرخصه باش نسافر او لا. وحتى ديك الرخصه اللي كانت تعطيني الطبيب هي كانت تعطيني واحد الدعم معنوي اللي تيخليني باش نمشي ندير ديك المغامره وانايا مرتاح
من ناحيه الجسمانيه. شحال خديتي ديال الوقت في الكليمانجارو؟ كليمانجارو تطلب مني سبع ايام، خمس ايام ونص ديال الصعود ونهار ونص ديال. عندك واحد الفيديو تما ربما تاكد لي ولا تنفيه، هو في افريقيا، يقدر تقول لي في تنزانيا ولا لا؟ ايه غنشوفوه الان. تهدي القران الكريم لاحد المواطنين الاخر. ايه بطبيعه الحال نشوفوا. اوكي سمايلي، اوكي سمايلي سمايل سمايل. شنو قصة هذا الفيديو؟ القرآن. كنا حنا يلاه نزلنا من القمة ديال كليمانجارو، وبطبيعة الحال واحد الفرحة، واحد تتكون هادو متسلقين اللي كانوا معاك. هادو الجروب اللي تيكون معايا، ستاف هذا اللي تيكون معايا، تيكون متكون من لي بورتور اللي تيهزوا معنا الماتيريال وكل شيء، ولي كويزيني، هذا سي ان شيف كويزيني هو اللي كان تيطيب لينا، وهذا هو اللي عطيته هذا القران، وبطبيعه الحال لي جيد اللي هما المرشدين هما اللي تيرافقونا للقمه. اما هاد لو ستاف اللي تيبقى في اخر محطه، تيبقى في اخر محطه اللي تنكون وصلنا لها، وتيخليوني نكمل غير انا والجيد، لحقاش هذيك تبقى المغامره ديالك انتايا. الجيد بطبيعه الحال يكون غادي قدامك وانت تتابعوا. سهام، كيف يوفق مهدي بين العمل وهذه المغامره الشاقه التي تتطلب اولا السفر، تتطلب امكانيات ماديه، وتتطلب مجهود بدني جبار، ربما يرجع مريض، ربما يرجع يعني بحاله صحيه نوعا ما تكون صعبه، فكيفاش كتشوفيها؟ كتشوفيها مأثره عليه ولا بالفعل الرجل محافظ على الامان العمليه اللي عنده تجاه المؤسسه اللي كيعمل فيها؟ كما قلت لك اون فوا تيسالي الاجازه ديالو، خصو واحد شويه بيان سور باش يرتاح من بعد داك السفر الشاق اللي دار. نعم. تتسالي الاجازه تيدخل يخدم، ما عندوش هو ملتزم. ما كاينش. كتواصلوا معاه من كيكون في الرحلات ديالو؟ تنتخلعوا عليه بعض المرات، كنبقاو تكونيكتا ما تكونيكتاش عندك. اون فوا تنشوفوه ابيل فيديو، الا ما كانش غير ابيل اوديو ولا ميساج، تيقولنا راه عندي الكونيكسيون ضعيفه بزاف، ما يمكنناش نهضروا، ولكن كل نهار تنقلبوا عليه فين وصل، واش هو لاباس عليه ولا الاخر. في السفر ديالو لارجنتين شويه كنا مخلوعين عليه، كان البرد بزاف، واخر مره كنت هضرت معاه فيديو ما عجبنيش، كان مع البرد الوجه ديالو شويه تيتبدل تيتقشر، تنقول واش لاباس، تيقول لي لا لا لاباس، ولكن بقيت تنقول ما عرفتش عنده شي حاجه. ما هل يمكن ان نقول بان ربما تضاريس المملكه المغربيه وما توفر عليه من جبال خلقت لنا نوعا ما رحلات داخليه لاطفال في سن صغيره، كيما حصل مع مثلا مع المهدي، كيمشي كيشوف الجبل كيتشهى يتسلقه كيحاول كينجح، من بعد كيقول لك انا غادي نمارس هاد الهوايه هذه. يعني تضاريس المملكه المغربيه بين سهل وسفوح وجبال خلت انتشار مثل هذه المغامرات. طبيعه الحال خرجنا من الكلاسيكيات ديال السياحه وديال الاكتشاف، فالطابع الجغرافي الحمد لله المملكه المغربيه بين جبال وثلوج وقمم وسفوح، عرفنا بان حتى العائلات ولاو كيكتشفوا في الشاون اقشور، دائما اقشور، نتكلم عن اقشور. نعم. نتكلم عن ورزازات، عن تبقال. تبقال اصبح جبلا كلاسيكيا منذ الابتداء، ونحن نعرف بانه اعلى قمه 4165 متر، وبالتالي هذا التحدي، تحدي المغامره وتحدي العلو، وحتى الكتبان الرمليه عندما نذهب الى مرزوقه لن تستطيع أن تكمل مسارك في العلو في منطقة مرزوقة بتلك العلو في الكثبان الرملية، وبالتالي هذا تحدي كبير للصغار وللأطفال والعائلات. وأنا اللي حببني في المهدي أمزان عندما التقيته أول مرة في أحد السباقات هو أنني رأيته شغوفا ويريد أن يطلع اكتشافاته ومغامراته للجميع، وبالتالي بدأ هذا الالتصاق وراودني أنا أصلا لماذا لا أذهب معه أو أغامر معه. قلت أنا أخويا والله ما كرهت، ولكن تحتاج للوقت وتحتاج يعني ربما لتدرب، وتحتاج إلى يعني استعداد أيضا كيكون بدني. كنشوفوا الصور يعطينا إياها سي عبد الرزاق. هذه فين؟ هذه في هدف في الاكونكاغوا، في اعلى قمه في امريكا في الارجنتين. دونك هنا في النزول ديالنا هدف في على العلو ديال تقريبا 5800، العلو تقريبا ديال 5000. علاش اخترتي مثلا فصل الشتاء ولا هما ديما ثلج عندهم في هذه القمه؟ غير كمعلومه للمشاهدين، القمم اللي تكون دائما عاليه دائما تكون فيها الثلج، سواء على مدار السنه
وحنا ملي تنبغيو نديرو التسلق ديال شي قمه تنعزلو احسن سيزون لا سيزون اللي تكون جينيرالمون هي الصيف. نعم بحال دابا هنايا راه في المدينه راه كاين الصيف ولكن في الجبل كاين الثلج. كاين واحد الفيديو ايضا تا هو فيه البرد نشوفو أيه. وتقول لنا فين كانت هذه المغامره. السلام عليكم. فالو سامي هنا فين وشفناك بوحدك؟ هنا على قمة في أوروبا، على قمة في أوروبا البروس 5642 هو الجبل جمع بين الحدود الروسية وجورجيا. هاد اللحظة هادي كنت تفرقت على الجروب اللي كان معايا بتقريبا بشي ساعة لارب، حيت في واحد الوقيته الريتم اللي كنا غاديين به انا عييت، خاصني نفوتهم باش نبقى باش ما نعياش. هادشي علاش فتهم. ومنين وصلت للقمه كانت عندي بيان سور الكاميرا و تناخذ بها غير لي فيديو، مي تصور ما عنديش كيفاش نتصور. كنت هادشي علاش بقيت اضطريت نسينهم حتى باش تيجيو عاد باش ناخذوا تصاور. قصتك مع العالم شنو كتحس باش كتوصل كتحط العالم المغربي في هذاك هو ليدونتيتي ديالنا، هو البطاقه التعريف الوطنيه ديالنا خارج البلاد. صحيح. انفو تنخرجوا على المغرب ذاك العالم تيبقى معايا في الساك وما تنهزو حتى تنوصل لهذا القمه. تنعس تنحطو معايا في الساك دكوشاج تنبقى تنشوف فيه يوميا، لحقاش هذاك هو كي تنقولوا هو اللي تيعطيني القوه والصبر باش نكمل داك الطريق. لحقاش تنكونوا سيرتو تنكونوا بجنسيات مختلفه وكل واحد تيسولك انت منين انت منين. نعم. تتقول ديك المغرب انا من المغرب وتتقولها بافتخار. اكيد. لحقاش وباش تبين لهم بان الوطن ديال كل بلاد ديالك قويه خاصك توصل للقمه. اكيد. هذا يقودني ربما سي باقي للحديث عن انه هؤلاء يعني يعتبرون ربما سفراء فوق العاده. لماذا؟ بمن سيحتكون؟ يصلون لبلدان قد لا تكون وجهات سياحية مفضلة مثلا للمغاربة، وبالتالي يكون لديهم احتكاك بعدد كبير جدا من الفئات. وسائل الإعلام أيضا الدولية تسلط عليهم الضوء، فهم سفراء يعني للمملكة شئنا أم أبينا. ومن منا ينسى بأن أو يتنكر بأن الأسماء رياضية لامعة في ألعاب القوى في كرة القدم شهرات المغرب، وخلت المغرب أنه الناس تتعرف على المغرب في بلدان عديدة، وهذا ربما يساهم أنه يجعل المملكة يعني في خريطة العالم السياحية الاقتصادية لغير ذلك من خلال هؤلاء النجوم الذين يعرفون بالوطن. طبيعة الحال نتذكر سعيد عويطة عندما رفع العلم المغربي في لوس أنجلوس، لم يكن كانوا يخلطون بين موروكو أو موناكو، ولكن عرف العالم كله المغرب. لذلك فمهدي وباقي المتسلقين والأبطال هم نجوم وسفراء للمغرب، تحس وتشعر بافتخار كبير. هو رأيت الدموع في عينيه ويشاهد هذا الفيديو ويقول ويشير إلى العالم المغربي وهو يرفرف على قمة، وبالتالي هذا أحسن سفير وأحسن صورة وإشعاع للمملكة المغربية. رأينا كيف أنه التقى شعوب في الأزتيك وفي البيرو والأرجنتين وكذلك في روسيا وفي كليمانجارو، كل هذه الشعوب ستعرف المغرب في القبائل العريقة والمغيلة في الأعالي، وبالتالي هذا افتخار كبير. ننتظر أيضا في الإيفرست في النيبال والهيمالايا، وبالتالي هذا فخر للمملكة المغربية. نعم. سفراء كبيبانو وناصر بن عبد الجليل والاخرون، هو الحمد لله نجم من نجوم التسلق، وهذا فخر لنا جميعا. نعم. ونتمنى له ان يواصل المغامره بتسلق جبل ايفرست شهر ابريل المقبل. مشاهدينا متابعينا نرحل لفقره منصات.
وفي منصات سنستعرض لكم كيف يتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مغامرات المتسلق المغربي بالإضافة للإعلام الرقمي. إذا نبدأ بصفحتك مهدي أمزان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هي الصفحة التي تستغلها ربما من أجل الترويج لكل المغامرات التي تقوم بها من خلال الصور، ولكن أثارني هذا الفيديو اللي عامله في الميرت ديالك، شنو فيه؟ هذا الفيديو قام ليه واحد الصديق، هو اللي خلى باش يقرب الصوره ديال هذه الرياضه ديال تسلق الجبال لجميع الناس اللي تيدخلوا لهذا المواقع التواصل الاجتماعي. مخدوم عليه الفيديو يعني كتقنيه مونتاج وكوتي ارتستيك حاضر بقوه في هذا الفيديو. الجانب الاعلامي حاضر، الجانب الاعلامي اكيد اكيد، لا الجانب الشكلي والفني نوعا ما في العمل الاعلامي اصبح هاما جدا. ايضا هناك يعني عدد من المنشورات اللي غنتابعها تباعا بالنسبه لك المهدي اللي كتنشرها حول مغامراتك، حول انجازاتك، حول حصيله السنه كما غنشوفوا ايضا عدد من الميداليات، يعني هذا دوسيت خاص بالمحتضنين ربما بطبيعه الحال. وهذه الصوره ايضا ديال خريطه المملكه جميلة، بالاضافه لصور صاحب الجلاله، وهنا نشاهد الحصيله السنويه. فين كانوا هذه مجموعه ديال السباقات اللي تنقوم بها على طول العام باش الاستعداد البدني ضروري. دونك فيما تيكون شي سباق نعم مهدي تيكون تيمشي تيجري فيه. جميل جميل، ونحن نتابع يعني دائما وابدا مع صور الاحداث. ننتقل للمقالات تحظى بتغطيه صحفيه جيده، شفنا الهافينغتون بوست ماروك هذا مقال عليك، وايضا احداث انفو ايضا سنشاهد يعني فيديو لهاسبريس تتحدث عن طموحاتك المستقبليه. نشوفوا فيديو هاسبريس من بعد نرجعوا. على قمة في إفريقيا جبل كيلمنجارو، على قمة في أوروبا جبل إندروز، وعلى قمة في أمريكا الجنوبية أكونكاغوا. السر وراء النجاح هذا هو العزيمة والإرادة. هل ترى بأن الإعلام مقصر بعقل مع هؤلاء المغامرين؟ لا يسلط عليهم الضوء كثيرا، اعلام اتحدث الاعلام بشكل عام يعني رقمي الكتروني تلفزه اذاعه صحافه مكتوبه، بصراحه هذا فقط راي شخصي، ارى بان هناك تقصير وتقصير كبير جدا مع هؤلاء. طبعاً الحال اسطرك راي زميلي نوفل في نحن مقصرون كاعلام في معرفه مغامراتهم وتحدياتهم وخصائص اللي كيعانيوا منه والاستعدادات ديالهم. تمنيت انه يكون برنامج يمشي مع المغامر منذ برنامج البداية. وثائقي نعم، اشهر تحدي القمم السر يعني كاين مغامرين بزاف كنشوفهم في القنوات المتخصصه الوثائقيات كيمنحوهم، ولكن هذا لا يمنع انه سهام يعني شويه كاينه واحد الاهتمام اعلامي كتشوفوا صدى ربما رحلات ومغامرات المهدي في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى في الاعلام، خاصه الاعلام البديل اللي جا دابا الكتروني رقمي اخبار الناس اليوم هو حاضر. نعم كيفاش كتشوف هذا الصدى ديال زميل إلك انه الان اصبح مفخره وطنيه الناس كتهضر عليه؟ بالنسبه لي انا مهدي بطل، هو قدوه ديالي اونتر جيمي. نجبد واحد الحدث كان وقع في مارس اللي فات، كنا دايرين كان لقاء ديال اصدقاء في العمل، كانت المؤسسه هي اللي منظمه، وديك الساعه هو كان تيدير لا كونكاغوا ارجنتين، وما كانش يمكن له يحضر معنا، وصيفط لنا فيديو من تما وداروه لنا في بلان ايكرون، وانا كنقول لهم كنعرفوا عجبني الحال وصورت له الفيديو اللي هما داروه، كلشي تيصفق عليه، وصيفط له تما وعجبوا الحال لانه هناك بوحده وحنا كنا مكاملين مجموعين. سيتي ايموفون، كنا كاملين مجموعين وما معناش واحد الجهد اكيد. حب الزملاء محفز يعني يكون يعني صراحه تكون محاط ببيئه ايجابيه تعطيك طاقه ايجابيه افضل من تكون محاط ببيئه سلبيه، وهذا ربما يحسب لمؤسستك ايضا بطبيعه الحال. انا ما عنديش مشكل مع شركات خاصه ولا عامه اذا كانت كتشجع المواهب المغربيه وغتدفع واحد يهز الدرابو ديال المغرب
مرحبا. انا نشجعها ونأيدها ونشد على يديها، ما كاينش مشكل. انا من هذا المنبر تنشكر مؤسسة اللي هي رافقتني في طوال الثلاث الرحلات اللي قمت بها، لحقاش المره الاولى اللي عطيت لهم البروجي ديالي امنوا به ودعموني وسيرتو حيت هو واحد المشروع ديال مشروع وطن، لحقاش اعلى قمه في افريقيا، اعلى قمه في اوروبا، اعلى قمه في امريكا، ماشي بالسهل الواحد يديرهم في واحد الظرف وجيز. تقريبا في كل قمه كنت نديرها في كل عام. وعلى ذكر هذا الحدث هذا، الدعم اللي تناخذه من عند لي سوبيريور ديالي ولا يارشي ديالي حتى هو سا كونت بوكو بور موا، والدعم ديال الزملاء ديالي اللي رافقوني بالمكالمات بلي كومونتير في لي باج ديالي، هذا حتى هو دعم كبير. والدعاوي ديال الوالدين بطبيعه الحال اللي هما حتى هما تيعاونوني في الله يخلي لك اياهم. ولكن الامتحانات الاصعب هي القادمه، ومن حقق العلامه الكامله في هذا الامتحان امتحان القمم السبع كانت ضيفه ليس ببعيد على البرنامج، يتعلق الامر بالبطله بالمغامره بالمتسلقه المغربيه بشرى بيبانو، التي تمكنت يعني قبل ايام قليله من تسلق جبل فينسون يعني لتكمل القمم السبع. بلغت القمه، كان عليها خوف شديد صراحه، احنا وصيناها في البرنامج قلنا يعني راعي الظروف المناخيه، وامراه ليست مش امراه صغيره يعني 48 عام على ما اعتقد. فالحمد لله هذه المراه الحديديه، شبهت انا بالمرأة الحديدية، ما شرفت لانتي المرأة الحديدية ديالنا. هنيئا لك بشرى بيبانو، هنيئا لعائلتك، هنيئا لزوجك، علاش ما نصفقوش عليها؟ مبروك عليك، مبروك لينا. العالم المغربي يرفرف في القمم السبع العالمية الأعلى عالميا، استكملتيها الحمد لله. نتمنى ترجعي لأهلك بصحة وعافية، وترجعي لعملك أيضا، حتى هي خدامة في مؤسسة وطنية لها كل الاحترام والتقدير. فالحمد لله يعني الان كنشوفوا انه هذا الحاجز قد يكون قد كسر بالنسبه ليك. نعم. ولا لا مهدي؟ نعم. بطبيعه الحال انا ثلاث قمم سبع وامراه واكبر منك سنا، فبين لينا. هذا هو الحافز اللي خلاني نرفع من التحدي ديالي. نعم. ونعلن على التحدي ديال ايفرست، لحقاش اون فوا ندير ايفرست غادي يبقاو لي هذوك القمم. طبيعة الحال كل قمة عندها الصعوبات ديالها، هذا الشيء اللي خاص يعرفوا الناس اللي تيديروا التسلق ديال الجبال. ماشي الصعوبة ما تتكونش في الارتفاع، مي تضاريس الظروف المناخية بزاف ديال المسائل. وكل جبل بطبيعة الحال عنده العدة ديالو اللي تتكون خاصة به والاستعدادات ديالو. ماشي كل الجبال كاملين تنطلعوا لهم بنفس الصباط بنفس الماتريال يعني. هادو نتمنوا لك التوفيق في ايفرست. قطعتك سي باقي. لا مرحبا، انا في اطار بشرى انا كنت عشت مع واحد اللحظه ديال التكريم من طرف واحد الجمعيه في الرباط. نعم. وجاو العائله ديالها والزوج ديالها والابناء ديالها، وشفت هذيك الحراره. باش كنقول لك ان المحيط اكيد مهم جدا، مهم يحفز المتسلق والمغامر على رغم البعد، ولكن هناك الحمد لله واحد الهدف. وزوجها كان معنا ضيف في الاستوديو. يعني هو خير سند ليها وكيشاركها بعض المغامرات في تسلق الجبال. مره اخرى هنيئا بشرى. اذا نذهب مباشره مشاهدينا لفقره مع عيسى. وينضم إلينا الزميل عصام من الدار البيضاء للحديث كما قلنا في مقدمة البرنامج عن الأوراش التي تشهدها المدينة على مستوى البنى التحتية، خاصة الأنفاق التي تهدف للحد من الازدحام المروري. عصام مرحبا بك ولك الكلمة، تفضل. مرحبا بك نوفل، ومرحبا بالمشاهدين الكرام والضيوف الأفاضل. كنت واجدوا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء اللي كتعرف فتح عدة أوراش، وكان خصو بالذكر تشييد القناطر وكذلك الممرات تحت أرضية. اليوم غنعطيو الكلمة للمواطنين باش يعطينا الرأي ديالو في هاد السياسة هذه، واش قدرت على أنها تخفف من حدة الاكتداد اللي كتعرفوا المدينة. رجعوا لينا باش تعرفوا التفاصيل أكثر. كسائق مهني بغيت غير نسولك على السوتيرانات، واش في نظرك على انهم فكوا شي شويه المشكل ديال الاكتظاظ في الطريق؟ الحمد لله دابا ولات مزيان، دابا السوتيران خدام، دابا اي سوتيران دابا اللي ولا خدام دابا نفس الطريق بحال ديال اللي ساسفه بحال ديال اللي نعاد صاد فيل، ولا الطريق مزيانه دابا الحمد لله. اللي بغى يمشي من الفوق يمشي، اللي بغى يهبط من التحت يهبط. المهم السيركلاسيون بعدا تنفسات شويه، ماشي بحال كما في الاول.
كاحد احد السائقين من مدينه الدار البيضاء، واش هاد لي سوتيغال اللي دابا اللي داروا والممرات تحت ارضيه واش سهلوا شي شويه عمليه ديال حركه السير؟ طبعا الحال هما كيسهلوا لا سيركيلاسيون مزيان، وغير هما باقيين زعما كاين حنا الناس مازال ما ولفوش بهم حيت باقي هما السرعه اللي فيهم ليميتي، دونك واحد 40 بحال هذا ديال لا تريمي داكار فيها 40، الناس باقيين شويه كيزربوا شي شويه، مي فينالمون غادي يكونوا مزيانين. السلام عليكم، انت من الناس السائقين ديال الدار البيضاء، نسولك على هاد القناطر اللي توسعوا وكذلك لي سوتيغاني داروا، واش سهلوا حركه السير شي شويه؟ طبيعه الحال هاد لي سوتيغاني اللي داروا دابا وهاد القناطر هادو سهلوا الماموريه شويه، ما بقاش هذاك الزحام اللي كان شحال هادي بزاف، ولكن باقي بزاف الاشكال في هاد الاشغال هادو. دابا هاد الاشغال هادو زيروا الطريق بزاف. كسائق مهني بغيت نعرف شنو الراي ديالك في توسيع القناطر وكذلك في تشييد الممرات تحت ارضيه بالدار البيضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للقناطر وتشييد ديال الممرات وداك الشيء، هو في الحقيقه هو اصلا مفيد بالنسبه للسائق المهني حقيقه، ولكني ما كرهناش كون كان على حساب ستاسيون مو ديال السيارات، حيت هما الاغلبيه هذوك هما اللي خاصهم موقف ديال السيارات. بالنسبه ما كرهناش زعما يديروا بحال داكشي ديال الناس ديال اوروبا ولا هذا، يبنيو لي باطيمو ديال موقف ديال السيارات، ياخذوها تقريبا ياخذوها جوج ولا ثلاثه في مدينه ديال الدار البيضاء، ياخذوها كتجربه وديك الساعه يشوفوا، حيت الاغلبيه حنا كيف ما كنشوفوا كسائق مهني كنزاولوا العمل ديالنا كنلقاو النص ديال السيارات خدام والنص ديال السيارات واقف. كسائق مهني شنو الراي ديالك في السياسه ديال انشاء الممرات تحت ارضيه وكذلك توسيع القناطر، واش سهلت شي شويه حركه السير؟ في الحقيقه بدا بشكرا لاذاعه ميديا ان تي في، هاد السياسه ديال توسيع القناطر للاسف ما عطاش اكل ديالها بواحد المفعول كبير كمهنيين، لان تتحاول تراكورسي من القنطره تلقى ازدحام اكثر واكثر، زياده على الاشغال الحالي اللي واقع دابا هو كاين سوء تدبير وسوء تسيير، لان تنشوفوا غير حوايج على ممرات ديال الاشغال، ومي تنشوفوا لداخل شنو كاين جوج ديال العمال وثلاث العمال بحجم الشغال اللي كاين في هذا. اغلب المواطنين كينوهوا بهذه السياسه ديال توسيع القناطر وكذلك تشييد الممرات تحت ارضيه للتخفيف من الاكتضاض اللي كتعرفوا حركه السير بالعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء، لكن هناك تساؤل حول مده الانجاز اللي في نظر البعض على انها خدات اكثر من حقها. كان معكم عصام العباري من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. شكرا جزيلا لك عصام. ربما كاين ضريبة مكلفة يدفعها المواطنون في مدن التي تشهد ورش إصلاحية مهدي، ولكن صراحة فيما مشيتي في المغرب الحمد لله كاين إصلاح، باش نكونوا واضحين يعني ما كان نافقوا ما كان صبغوا حتى واحد، هذا يعني بالعين تراه انه فين ما مشيتي كتلقى هنا دو كيصايبوا رومبوانات، هنا كيصايبوا ناظر ولا لا، كاين شي حاجه كتصر وانت كتجول يعني نوعا ما من البلدان. هذا الشيء هذه القضيه اللي قلتيه، الناس اللي عايشين برا هما اللي تيكونفيرميو هذا الشيء، هذا تيمشيو عام تيرجعوا تيلقاو تغيير. حنا نقدروا نقولوا بان ما تنقولوش ما كاينش تغيير، ولكن كاين التغيير، واللي تيكونفيرميو هما الجاليه المقيمه بالخارج، هذيك الجاليه المقيمه بالخارج حتى هما تنتلاقاهم برا، حتى هما تيتصلوا بيا، حتى هما متبعيني، حتى هما تيقول لك تتصرفنا، حتى هما بزاف ديال الحمد لله. الحمد لله. سي باقيل يعني كنقول لك غير تغبر مثلا على مراكش عام ولا ست شهور وتمشي لها كتلقى واحد الفروقات شاسعه في التجهيزات وفي البنى التحتيه. نعم الحمد لله. انا كنعطي المثال دائما بشمال طنجه وتطوان مثلا، هناك تغيير، هناك اوراق مثلا الدار البيضاء تستكمل فيها في الرباط، هذه اوراش وخاص المواطن يصبر. كنا مع التراموي والاشغال ديال التراموي الكل كان يتزاحم، كان هناك واحد الاكتضاض، ولكن الحمد لله من انتهت الاشغال كتشوف الجماليه وكتشوف النتيجه. باقي واحد الحاجه ما انتهتش فيها الاشغال، خرجوا على الموضوع ملعب الدار البيضاء مركب محمد سدوه قالوا لي سد حل، هذاك سد حل دابا كيتفاوضوا على المده للاسف. هذا هو اللي وفي في موسم ربما رياضي حنخرجوا على الاطار، ما عندناش مشكل اللي فيه الرياض فيه الوداد وفيه الرجاء، فرق الدار البيضاء يعني كتنافس عربيا وافريقيا وقالوا لي الاشغال غير في المحيط يعني ماشي حتى الداخل، الكراسه داروهم المنصات صايبوهم القوانين ديال الممارسه الرياضيه اللي كانت الاشغال على الواجهه كيتمنع اللاعب في الملعب.
صحيح. ربما إذا كان هناك أشغال قد تدور بالسلامة الصحية للجماهير. نعم. ولكن نتمنى يعني يكون إسراع نوعا ما في هذه الأشغال. نتمنى ملعبا كبيرا للدار البيضاء. علاش لا؟ كاين المشروع كاين. يقدر يسن في حال بإذن الله حظي المغرب بتنظيم كأس العالم، ولكن نتمنى خيرا. ما تبعته ربما. الرجاء والوداد يديروا ملاعب ديالهم. علاش لا؟ دابا الفرق في العالم كامل داروا ملاعب خاصة بهم، ولكن نتمنى إن شاء الله. ما لم تتحول الأندية إلى شركات يصعب عليها أن تقوم بمشاريع كبرى، بناء ملاعب، فنادق وأكاديميات كروية معها. وحاولتش سهام شي يوم من الأيام رجعوا بعدونا من الكرة والرياضة، رجعوا الجبال. رجعوا الجبال، وهي وإن كانت هي رياضة، يعني قلناها هي قبل كل شيء رياضة، المشي رياضة، التسلق رياضة. ما حاولتش شي يوم تشاركيه مغامرة من هالمغامرة؟ أنا كون زميل ديالي كيديرها نسلت الخدمة ندير شي كونجي سيمانة ونمشي معها. لا ما سلتش نهائيا. مشيت معاه، مشيت معاه لتبقال. زين، هذه في المغرب قريب. لا مشيت معاه لتبقال. بالنسبة لي أنا كنت تبقال حلم صعب تحقيقه. تسلقتيه معاه؟ وصلت القمة. برافو، احنا معنا متسلقة وما قلتيهاش. على قد الحال ماشي دابا راسها. لا لا لا، تقول شنو التجربة اللي عاشت كيفاش عاشتها؟ أنا بالنسبة لي مهدي كنت أسمع به في المؤسسة ديالنا، ولكن عمري ما تلاقيت به. عندنا دي زاميون كومون، ولكن هو ما تنعرفوش. وجابت هاد الظروف وسافرنا مجموعين للجنوب. لا مشينا للجنوب. وسمعته هو تيهضر مع شي حد، تيهضر تيعاود له المغامره ديالو في كليمنجارو. ما عرفتش راسي، تمشيت انا ما كنهضرش معاه، ما ومشيت وقفت ومشيت وقفت كنسمع له، تنسمع تمديت كنسول. وقلت له ممكن لي انا ندير التبقى؟ قال لي، قلت له ما نظنش، انا ما عنديش لياقه بدنيه كافيه انني. قال لي الا كانت عندك الاراده غادي توصلي. هذا هو السلاح ديالو، الاراده والعزيمه. شحال تسلقتي؟ شحال الوقت؟ على ودي انا قسم المسافه، الطلوع ديالنا على يومين. وصفقوا ليها، صفقنا ليها. لا ما عندهاش الاستعداد البدني، ما عمرها جربت في رياضات اخرى ربما اللي قريبه من هو كيعرف، هو خبير اكثر مني. وديرها وخا تقسمها على مرحلتين. بقى عرفتي تابعني. كنا غادي نديروها في جانفي ولا فيفري اللي من بعد، باش كنا تعرفنا. لكن كان عندي وعكة صحية، كنت ترست في رجلي. نعم. وتسنيت من بعد، غشت لي من بعد. كنا جالسين تنتعشاو حنا مجموعين، نمشيو ما نمشيو نمشيو. رجلي قال لي غتمشي؟ قلت له نمشي. لا تقدي؟ ويقول له تقد، صافي نمشيو. من بعد تلاقينا، شريت المعدات اللي خاصني ومشيت. جميل، ديها معك الإيفرست. لا بزاف عليا. ولكن انا في الخصة تعاود لك، اليوم الثاني راه مرضات وما قداش تمشي. وغوت عليا وقال لي انا على ودك طاق جاي خصك تمشي. ومتسلق شاد في يدي توصلني للقمة. متسلقين محترفين وبرات، ما بقاش مريضة هذاك اليوم. متسلقين محترفين وكيتصابوا بعد تسلق الجبال. اللي كيتفاجئوا بعض التضاريس، اللي كتفاجئوا بعض الامور اللي كتكون يعني غير مدروسة مسبقا. نذهب مباشرة مشاهدينا متابعينا لفقرة الرسالة، وفيها يجسد رفاق الزميل يسري مراكشي مشهدا تمثيليا لامرأة تبحث عن من يساعدها في نقل جثمان زوجها من المستشفى تمهيدا لدفنه في المدينة التي ينتمي إليها. فكيف تفاعل الناس مع هذه المناشدة؟ نتابع. فعدد الرسالة ديال هذا اليوم غادي نشوفوا حالة اجتماعية ديال سيدة فقدت الزوج ديالها، وهي وحيدة ما عندها بتشي واحد اللي تصل به ولا تشي فرد من العائلة، وبغات تخرجوا باش دير المراسيم ديال الدفن. نشوفوا ردة فعل الشارع مع هذه السيدة. الله يحمل وليدي الشريفة، قدالي لك بيت لي يا رجل، بيت لي يا رجل، قامت لي الراجل في البيت، قامت لي الراجل، ما لقيتش باش ندي باش ندفنو برشي. الله يرحم بك الوالدين. يمكن في يوم تولي الدنيا دار.
مزالة مقابلة برشيد برشيد وقالوا لي خصني فلوس باش نخرجوا من هنا. ما كان ويل تما كاينين هنا ما كنعرف حتى حد. بيلانس بالصندوق وانا ما عنديش ما عادش ما ندير. عاونونا الله يرحم الوالدين. الشريفه الله يرحم لك الوالدين. وقفوا معايا في الاداره احنا جينا من برشيد شتوني مريض ما يسحبش ليا انا غيموت ليا شدونا يا 4 ايام من ثاني العيد اليوم الصباح ميت بالصباح ايوا خاصني ايوا ما عنديش منين نجيب فلوس. كون لقيت انا الناس يعاونوني كون خرجت راجلي ومشيت ديته في لابيلانس ما يمكنش لك انا ما خلصتيش وتخرجي تجيبي الوراق وتجيبي سميتو داكشي اللي سميتو باش تخرجي وخرجي. ما عارفاش انا منين الوراق اللي خاصني نجيبهم. سولي الاداره ديال السبيطار تسول باش نخصوا هنايا الاداره خاص الاداره ما تسول على الواجبات اللي غادي تخدمي لا يخطي. مازال الخير. كنشكركم لانكم وقفتوا في هذه الحاله الاجتماعيه معكم فنانه نجات خير الله ومعكم قناه ميديان تي في. هذه تجربه اجتماعيه وعجبتونا بزاف لانكم دخلتوا دخلوش السيدي راه بحالنا بحال يقدر يوقع علينا تحنا. اشنو اللي خلاكم توقفوا مع هاد السيده؟ بقات فينا السيده بقات فينا زعما بغينا غير شي حاجه ديال الحل ما عرفناش شنو نديرو ما كدلوش ما قدرناش نمشيو للدار نقدروا نكونوا تحنا بحالها. كنشكركم لانكم حضرتوا معنا فقره الرساله فقره ميدان تي في ومازال الخير ما قدرش نرجع الانسانيه في المجتمع ديالنا. ربي يخليكم الله يكثر من خيركم نكونوا حنا في بلاصتنا. الدخول ديالكم كيكفي اننا يبين لنا ان مازال الناس اللي باغيين يتدخلوا في حالات الحمد لله. ما عنديش اشتيمه باش نخرجو.
الاداره سبب الاداره سبب الاداره سبب الاداره شكون الناس؟ ما كنعرف حد ما كنعرف حد لا تنين انا من برشيد ولكن ما من غندوي كل بعدي ما عندي حتى شي تشريف. السلام عليكم. السلام. معك التلفازه قناه ميديان تي في. علاش الا سمعتي علاش وقفتي لهاد السيده؟ انسان تبقى فيا انا ممكن يطرى لي بحال هكا انا يعني وشفناك بغيتي تعاونيها بحالاش بغيتي تعاونيها؟ نعاونها قلت لها اجي وغنشوفو وغنديرو يد في اليد ونعاونوك. الله يجازيك بخير. يا ربي امين سيدي الله هادشي علاش ياك ما كنت موش كيف انت. شكرا انا بقيتي الله يكثر من نسائك وحيده لا حنا خوت جيتي الاخرى وجيتي عندها يعني بقات فيا كتبكي بوحده على انا ما بقاتليش انسانيه. هذه معك التجربة الاجتماعية ديال الرسالة في قناة ميديان تي في غادي ندوزو هاد الفقرة ديالك كنشكرك على غندوز أنا شكرا لا ماشي مشكل حيت بقات هي السيدة الله يكثر من مثالك يا لالا يمكن في يوم تولي الدنيا ظلمة دير الخير تلقاه نجاة خير الله كنشكرك شاركتي معنا في هذا العمل التطوعي وفي هذه الحالة الاجتماعية اللي عشنا شنو تقولنا عليها؟ هذا واجب أخي يسري صراحة لما تقمصت الحالة ديال هذه الشخصية هذه زعما صعيبة بزاف حسيت بزاف الأشياء عمني ما نحسو في حياتي لما تحطيتش في هذا الموقف موقف صعيب بزاف ولكن كيخليك تجس النبض ديال المجتمع المغربي كيخليك تعرف شكون ممكن بلي كاين اللي غيتفاعل معاك وكاين اللي ما غاديش يتفاعل معاك وفرحت انه مازال الخير مزال. كنت كنبكي في الاخر بالفرحه على انه الناس تفاعلوا كاين الناس جات عنقاتني وهذا مابقيتش كنبكي فعل جيده ديال الناس الحمد لله الله يديم الخير الله يكثر من امثال هاد الناس هادو شكرا بزاف نجاة الله يبارك فيك شكرا شكرا لكم شكرا شكرا يسري شكرا للفنانه المغربيه نجاة خير الله مشهد مؤلم مشهد محزن وانا عندي حل بسيط جدا قد تقدروا تتفقوا معي ولا تختلفوا بعجالة مكتب إرشادات في كل مستشفى اللي كيتوفر على حالات وفاة كيرشد العائلة إذا كان إنسان مستوى ثقافي معين ما مقاريش ما كذا ما نظنش أنه كاين تكاليف مادية بناء على التأمين الصحي ديالو سيارة الإسعاف تقدر تنقله ولا سيارة الموت الخاصة بالبلدية اللي كيسكن فيها تنقل ذاك الجثمان لمقر الدفن ولا لا؟ كتبقى المسطرة المسطرة الإدارية لا هذا مكتب الإرشادات هو اللي يوري هذه العيالات إلا سمح الله ما عندها لا ولد لا ثلاثة يمشي يوريها الإجراءات طبيعة الحال ضروري غادي يكون غير هو المشهد كإنساني وإثارة تفاعل مؤلم. الناس هو المؤلم وكيفاش أنك تكون في هذه الوضعية وقفوا معها غير العيالات رجال توما كيحنوش الله يستر هذه كلمة أخيرة حول الخريطة والعالم يعني عندك قصة معهم أكيد في طبيعة الحال الخريطة ولافيش اللي فكرت نديرها قبل ما نبدأ المغامرات ديالي عوض باش ندير عوض باش ندير غير راية بوحدها فكرت ندير شي حاجة جديدة ونخلي العالم يعرف المغرب ويعرف الملك ديال البلاد ويعرف شكون هو الرمز ديال البلاد والبلاصه فين كاين المغرب لحقاش تقدر تقول لي انا من المغرب ولكن ما يعرفكش فين كاين فين كاين المغرب ايش يا ولا عاد تشرح لي لا كاين هذا باش تواجهوه في امريكا الجنوبيه كنواجهوه في عدد من دول العالم هادشي علاش فكرت ندير الكره الارضيه وندير القاره ديال افريقيا وخارج منها الخريطه ديال المغرب مع الرمز ديال البلاد اللي هو سيدنا محمد السادس وباللباس التقليدي اللي تيعرف ب الهوية المغربية وثقافة المملكة شكرا لك مهدي أمزان شكرا لك التوفيق في أبريل المقبل في إيفرست إن شاء الله وترجع لنا بصحة وسلامة وتكمل الكمام السبع كلها سهام شكرا لك بزاف أيضا على الحضور زميلي باقيل شكرا لك شكرا لك نوفر شكرا لطاقم التحرير وشكرا لميديا أن تي في شكرا لكم جميعا والشكر أيضا للطاقم الفني والتقني الذي رافقني في حلقة اليوم لكم مني ومنهم أجمل تحية وحيث يسود الصمت يحلو لنا الحديث إلى اللقاء جيني للخير نخليني كعشايا لا تجيني شطار راه شرك يبان